اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مرة واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مرة جه واحد جه يقعد على قهوة قامت لسعاه. حلو. مالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجه. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا براعي انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا براعي اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومة ما تسول. حكومة؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك وقدام على العربية اللي بره في الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيد؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير تسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه الحملات؟ امال كانوا فين الأدرجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا النحس ده غيظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم مالهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبنيش نفسك يا جزمه.
صرمة. ايه؟ صرمة، اسمي صرمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والصرمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا نعيش مرتين. مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباه؟ صرمة. ايه؟ صرمة. هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صرمة. خلاص يا اخي. الله. ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين اخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. هلا اقولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب. 6 جنيه ونص، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقشيش. ها؟ برضه مش هتاكلي حاجة يا مدموزيل؟ لا مش واكلة، أنا مستنية واحد. طيب. ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا اسمكيه؟ هو مين ده؟ أستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست ما بيجيش كل يوم، ده بيجي أيام أيام. دي وقعت إيدي بس، أنا عايزة أديله الفلوس اللي دفعها لي. القعادة على الترابيزة معناها الأكل يا مدموزيل. طب خلاص. روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه أكتر من 50 قرش. يا ترى أنت فين؟ اسمك إيه اللي دفعت لي الحساب؟ الإفراج وصل يا معنانة. خش يا تعالوا فرحين، بدكم خيمة؟ بعد كده بتقعوا كلكم؟ أنت ليك وش تتكلم يا ساموش أنت؟ اخلص تعالى، ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. أنت اللي تخرس يا غبي. غيرها، محدش ما بيعينك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطيني الكل في جيوبكم، واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس تسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه. تماما، كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عينه عينك ومعروف إنه حرامي. لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب، يبقى ناخد حقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. هي ايه؟ هتلهب؟ التلت ده يا غبي تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابة عن كافة الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. أنا بقى قد التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. هاتوا. والسلام أمانة يا غبي. سيبوها.
عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله انا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي.